صدام حسين. القدام صدام حسين. يسقط العميل، يسقط العملاء، يسقط بوش. نحيا الأمة، نحيا الأمة. صيحوا عبد الله كاظم رويد. قعدوا. كافي الخزي والعار. كافي كافي يا رؤوف. كافي انت لا رؤوف ولا رحمن. لا رؤوف ولا رحمن انت. قعدوا. انت لا رحمن ولا رؤوف. قعدوا. بعيد عنك هاي الاسماء. قعدوا. قعدوا. وليطمئن المتهمون. وليطمئن المتهمون. استاذ وليطمئن المتهمون. هل يكمل؟ أعطيك مجال بعدين. أعطيك المجال بعدين يا استاذ. أعطيك المجال بعدين. اقعد. وليطمئن المتهمون انهم امانه وحقوقهم القانونيه والقضائيه مستانه. اقعد يا استاذ. اي عداله جبنا بالقوه يا رجل. والمحكمه تؤكد وبحزم سيتم تطبيق القانون بحق من يعرقل سير المحاكمة المحامي العراقي، وسيكون المناقشات عن طريق المحامي العراقي بعد أخذ الإذن من المحكمة التمثيلية. أنه صار إعلان أنه راح تحيلونا إلى لجنة طبية. صلاحنا سنة 1986 وفي صحراء السماوة تم سلب قضاء الدجيل حي الوحدة. أفاد بما يلي بعد أن عرفته بنفسي كوني قاضي تحقيق في المحكمة الجنائية العليا، وأفاد بما يلي: في يوم الحادث المصادف 8/7/1000 أفراد العائلة عدا والدي كل من عدد. In the intelligence prison for some time we were taken with the group to the jail security. سمحوا لنا بالدخول إلى المنطقة وذهبنا إلى دورنا، وفعلا ذهبت إلى داري، وفي المساء خرجت من داري.